ككل رأس سنة أمازيغية جديدة، تتزين الأسواق الجزائرية بمزيج من الألوان والأشكال المختلفة، حلويات، شوكولاتة، مكسرات أو ما يسمى بالعامية تراز، وهو تقليد لا يفارق موائد الجزائريين بهذه المناسبة. تراز نهار 13 هو اللي يديروا فيه الحلويات وكامل، ونهار 11 يديروا حاجة خفيفة الخفاف ولا البغرير، ونهار 12 نديروا فيه الحشيش باش يقول لك العام يجوز علينا خضر. نطيبوا الفتات هذاك تاع الطاجين تاع المري، الفتات ونجيبوا سردوك عرب نذبحوه ونطيبوه، نشريوا الكشكشه كما ناكلوا لها التراس في الجزائر، حنا الكشكشه اللوز الجوز الحلوه شيكولا ونحطوه ونطيبوه، تلم العائله نقولوا اختك باباك يماك تلموا في دار وحده ونطيبوا ونتعشاو ونحنيو وناكلوا الكشكشه هذيك، هذا هو العادات التقاليديه. سلال، علب، خليط حلويات وغيرها تزين هذه الطاوله لتبهر الزبائن الذين يتطلعون للجديد كل سنه من اجل مائده مزينه تجمع العائله. العام اللي فات كان شويه، هذا العام راه يزيد، الله راه يزيد، كيما هذو العام اللي فات كانوا ماكر ليك، هذا العام داروا بزاف عفايس جدد هذا العام، وما زال غدوة ما زال يومين أسقاسها مقاس. ناس والفت كما المولود نبوي الشريف كما كلش، كما كل عام يجو عندنا ناس يناير، وعندك من فرص العام يجو يشيروا هاد الأمور هادو، ما جدد اللي خرجوا أم عندنا هادو، ما هاد العام راهم دايرين حالة، كاين هادو ما مدايرين حالة، يدوهم ما يزينوا بهم ديورهم، يعني ما ماشي لازم للمناسبة تاع باش يحتفل به يناير، كاين اللي تديها تحطها يعني تجوز بها هذيك الليلة هذيك، ومن بعد كاين حطها في الدار حاجة شابة حاجة. الأسعار في كيما نقولوا في متناول الجميع. تقليد راسخ تركه الأجداد وحافظ عليه الأبناء في إحياء هذه المناسبة التي تختلف من منطقة إلى أخرى تتخللها تفاصيل مختلفة.